زين عندك. الله قلت لهم شنو؟ أول شيء قلت لي شنو؟ تفضلي. محمد محمد بشر وليس كالبشري، بل هو يا قتة والناس كالحجر، بل هو يا قتة والناس كالحجر. Thank you.
شاكرك ومرضيك وبيميني لا تهيت تابدا بالدهلي ينفع ذاك الوسيت يا رما يا ربي تبارك الله هذا مقلعنا هو التينا وإن شاء الله تبارك الله مقلع من درك أنك ذو المسابقات اللي في نهاراتك برنامج لي المجح كانك شاركتي فيهم أنا ما شاركت فيهم لقاء بعض أصلاً زين عندي الماء هناك عندي معنا اتصال مخرج طين اتصال واصلي واصلوا نكملوا معك مقلاها فارق من قيدات التعراق 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 اللي حتى لا يحجنا وخارق منهم زاد في الأخلاق زاد في الأخلاق اللي مولانا عجنها خارق منهم زاد في الأخلاق اللي مولانا عجنها فارق من زاد بالأخلاق اللي مولانا عجنها خارق من زاد بالأخلاق اللي مولانا عجنها راقد الليل الليل مسرورا بأوله من الحواديت خذت ركنا أسارا من الحواديت خذت ركنا أسارا لا تفرحن بليل طاب أوله لا تفرحن بليل طاب عبراك جتي هالي
الو السلام عليكم. الو السلام عليكم. زيد لنا الصوت شوي المخرج. الو زيد لنا الصوت شوي. المخرج زيد لنا الصوت شوي كان اسمع صوت المتصلة. مقراها عم جانا نختاروا قاعدة نتناولة ما نمسوا لي. ألو السلام عليكم. ألو لها نكملوا معه. لا صبايبة وكلام وتكشام قبلي يا تساحر بو عليبة بو عليبة بزمان المخطر ساحل بو عليبة في زمان المختار وقبل ساحل بو عليبة في زمان المختار لا إله إلا الله لا 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 إله إلا الله يا الله
سبحان الله سبحان الله مقلع لي يا رسول الله مقلع لي يا رسول الله تبارك الله مقله طبعا المشاهدين يوم دار يتناولوا حق حق تبارك الله تقولين لي تسمعينا آخر شيء ونردوك بس معاوية أحسن من الوزن بعد أنت تختمنا بالوزن
قديمي بينك ما رد الشاعر فنانة يا ياسر ما يعرف الرباب قدماه مولانا يا ياسر ما يعرف الرباب قدماه مولانا يا ياسر ما يعرف الرباب قدماه مولانا هون الشعر بالثاقلة مثاقلة بكل عاقلة ولانك في الدنيا شاغلة بكل مانك جيعانة وكبير تخيم ولاقلة منك حتى عليانة وكبير تخيم ولاقلة ولاقلة منك حتى عليانة وكبير وحمر قارب كل حد حسك ما طمولانة ما طمولانة ما تقد تقعد فيه الشيانة طمولانة مولانة 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 ما تقد تقعد فيه الشيانة نالها أبدًا ها؟ وقت من بوزن في نهاية هاي الحلقة مشاهدي الأعزاء ولنا بعد ما بين فنانة الكبيرة قصر معاوية قصر قصر بنهاية هاي الحلقة مشاهدي الأعزاء ولبني ما لنا مالين بعدنا ضيفتنا اليوم يا قار الوقت واجع ما يسمح لم يبقى لي أن نشكر فريق القائم على إعدادي هذه الحلقة وهي تحياتي سارة الشيخ وإلى أن نلتقي بحلقة جديدة إن شاء الله دمتم في رعاية الله وحفظه